السلام عليكم شباب، شلونهم؟ طبعا اليوم جايب لكم شلون تبندون اي واحد اذا حتشارك حتشارك بيها زلة على الخاص مال البلاي. طبعا هاي الطريقة هي مو دائما باند، هو لثلاث تحذيرات. انت فشنو تعطي تحذير بالابلاغ مالتك، فاذا جينا ثلاث ابلاغات يعني ثلاث تحذيرات يتبند باند لمدة شهر، واذا سواها مرة ثانية يعني فك عليه الباند مال الشهر ورجعهم غلط ورجع تبنت، بعد راح تبنت نهائي. نيجي للطريقة، تروح المحادثة دوس ستارت او اوبشن، دوس على البلاغ ثاني وحدة، دوس التالي، هاي اول وحدة ما تفيد عوفة، تروح على ثاني وحدة. اعتقد ان اللاج بالنجوم موجود، شوف شنو هو حسب يعني وش داز لك انت تختار من ذنه. ستنجي كل شيء موجود هنا، المهم انا قال لي شيتر تاخذ من ذنه. انا اختار غير مهذب او وذي او يستخدم لغة موسيقية، او هاي رابع وحدة هو مزعج، هو محتوى مزعج. انت اختار هو محتوى مزعج، انا غلط اختارت هاي. اذا كان كاتب لك تشيتر او لاقر او هاك، او اذا كاتب لك غير شيء انت منها تاخذ غير مهذب او بذي، هاي اذا غلط عليك. دوس اكس ابلاغ عن هذا العنصر المحدد، التالي تخلي هنا تكتب رسالة يشوفها الموظف اللي راح يشوف الابلاغ. بس كاتب لك انت مثلا هسه انا كاتب بتشيتر، كتب الغشاش، انت تكتب غير شيء، انا هي جاي مثلث، اكتبي لي تشيتر، شوف تكتب اكتب. هاي انا اقول لك تريد حضر، انا قلت لا. طبعا اذا حساباتي الثانية انا كاتب بيه هيجي، وبس اذا اكو ناس دزول صدق هيجي وبلغت عليهم وصل بلا. وهذا الثاني كتب لي اسرائيل رقم واحد حضرته، بس رجعت بحسابي كتبت اسرائيل رقم واحد حتى اشوفكم شلون تحضرون. تروح على الرسالة، دوس ابلاغ، دوس التالي، هذا عجبني يكون على البلاي ستيشن، يستمر على المضايقات او خطاب كراهية وتمييز عنصري او ديني، هاي خاف واحد يكتب لك اسرائيل او فلان دولة او فلان دين. المهم دوس التالي تكتب مثلا تمييز عنصري دول، هاي السوالف حتى تتوسل بيهم حتى يحضروا. فانا كتبت هيجي ودز التالي لقيت تريد حضره، قال كتبت لا تطلع تنتظر شويه راح يجزولك. هاي اذا راح يجزولك هاي رساله، شكرا لك على تقديم ابلاغك، هاي معناته انه البلاغ ما توصل واحد راح يقراه، يعني ما راح يلبسوك. وإذا ما تجزولك رسالة ورا 10 دقائق أنت رجع بلغ، وهتجزولك هاي الرسالة تم التعامل مع إبلاغك، يعني واحد قراها وصراحة يقولوا لك لقد تعاملنا مع إبلاغك ورسلنا وجدنا هذا المحتوى ينتهك المدونة. إذا تجزولك ينتهك المدونة يعني جاء إبلاغ، وإذا قالوا لك ما لقينا بي شيء يعني إبلاغك أرجع بلغ. طالما يعني طالما قول السؤال تاني بس بغير طريقة، يعني مو نفس البلاغ، او يعني هذا الشيء هو مو غلط الحكا. ومرات تجيك هاي رسالة تم حذف الرسالة، يقول لك هذا يعني هو ما سوى شيء بس راح نحذف لك الرسالة. واذا مثلا البلاغ شلون تعرفه تحذير، انطوه تحذير لو لا، راح تصل لك رسالة هميا يقول لك هذا ما يعني ما لقينا عدة شيء. مثل ما تشوفون هذا حذفت رسالة قال لي شيتر، وذاك قال لي اسرائيل جت ابلاغ. اللي يقول لك تشيتر او هيك روح على رابع خيار، لا تروح على اول خيار. لايك واشتراك واي شيء تردوك اكتبوا بالتعليقات. في مانا.